هنأ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد في زيارة خاصة له بالمقر البابوي بالكاتدرائية بالعباسية، فيما عبر البابا تودروس عن سعادته ومحبته بهذه الزيارة والتهنئة التي تأتي من القلب من كافة المسؤولين عبر التاريخ في تلاحم يتجدد بكافة المناسبات. أسعد بتهنئة كل المسؤولين وفي المقدمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في محبته الفياضة دائما. سعدنا في امبارح والنهاردة بزيارات كثيرة من فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب ومن رؤساء الكنائس المسيحية وأيضا من معالي السيد رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من السادة الوزراء وأيضا عدد من المسؤولين، في المقدمة أيضا السيد وزير الدفاع وبعض قادة القوات المسلحة والسيد وزير الداخلية وأيضا عدد من قيادات الشرطة وعدد كبير من الأحباء يبادلون هذه المحبة وهذه التهنئة في بداية العام الجديد. عوامل وحدة المصريين وأمام نهر النيل، يعني قال عبارة ظريفة، قال نهر النيل بيجري في عروقنا وبيوحد مشاعرنا. نهر النيل ده معناه السلام، معناه الهدوء، معناه الأمن، معناه الخير. الخير بيتدفق في البلد دي من زمان قوي، فالخير ده انعكس علينا كمصريين. اتكلمنا طبعا في فكرة إننا لازم نكون منتبهين لأي شائعات تعكر صفو الوحدة الوطنية، ويمكن تذكرنا في أن في عام حكم الجماعة الإرهابية يعني أما حصل اعتداءات على الكنائس المسلمين هم اللي كانوا بيدافعوا على الكنائس، وأما حصل اعتداء على المساجد كانوا المسيحيين أول من يتبرع بالدماء لإخوانهم المسلمين، فالدماء بقت مختلطة زي ما هي بالظبط مية النيل بقت مختلطة في أعماقنا. عوامل التوحد بيننا كمصريين أكتر كتير جدا من الأسباب اللي بتؤدي إلى خلافات وكلها أسباب مفتعلة.